اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بيكم في صباح الخير يا مصر. ويمكن احنا طول الوقت بنتكلم عن اجراءات الوقايه والاحتراز من فيروس كورونا، احنا مش عايزين اي حد يتصاب، بس في نفس الوقت لو حصلت هذه الاصابه لا قدر الله هي مش نهايه الدنيا. لازم نبقى عارفين انه في نماذج كتير جدا بيجي لها الفيروس وبتقدر انها تخرج من هذه الازمه اقوى، وبتقدر انها تحقق الشفاء اللي احنا بنتمناه كلنا. ما بنتمناش لاي حد الاصابه، لكن في نفس الوقت بنبقى عارفين انه حتى لو حصلت احنا بنقدر نواجه ده ونقدر نتغلب عليه ونقدر نتجاوز هذه الازمه. واكيد لما بنشوف نماذج قدرت انها تحقق الشفاء ده بيدينا طاقه ايجابيه وطاقه امل مهمه جدا في بكره. انا حابه استمد مع حضراتكم الطاقه دي ونفكر نفسنا بيها من ضيف يمكن هينضم لينا دلوقتي عبر سكايب. الضيف ده قدر ان هو يدخل في الازمه دي وقدر ان هو يخرج منها ويعدي حاله الرعب وحاله الفزع اللي يمكن بتنتشر حول العالم كله من الاصابه بفيروس كورونا. وزي ما احنا شايفينه دلوقتي على الشاشه قدامنا بالف صحه وعافيه بينضم لينا طبعا دكتور ناصر لوزه، رئيس الاتحاد العالمي للصحه النفسيه واحد المتعافين من فيروس كورونا. صباح الخير يا فندم. صباح الخير ست. ازاي؟ عايزة في البداية أتعرف من حضرتك على إزاي حصلت الإصابة، وطبعا بقول لك ألف سلامة عليك ومبسوطين إن احنا شايفينك دلوقتي بألف خير وألف صحة وسلامة، واحكي لنا كده القصة بدأت إزاي وإزاي حصلت الإصابة. الله يخليك يا ستي. أنا الحقيقة بطريقة علمية أنا مش عارف أنا جت منين، يعني أنا راجل بشتغل وبتحرك وبروح وباجي وبقابل ناس كتير وبقابل مرضى، بس من حوالي ثلاث أسابيع كده ابتديت أحس إن ألاقي نفسي آخر النهار ببقى شاعر نفسي مرهق وتعبان وعايز انام بدري، وده مش طبيعي الحقيقه. وفي الاول يعني ما كنتش عايز اصدق عمليه الانكار النفسيه اللي بنعدي فيها دي، ظاهره خطيره جدا لازم نتكلم عنها، لان كل واحد يقول لنفسه لا 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 مش معقوله، لا مش انا، لا بس ده دور انفلونزا خفيف. وبعدين يبتدي يجي لي الصداع اقول لا لا دي جيوب انفيه، لا مش انا اللي كده. لغايه بقى ما ابتدت الحراره تجي واتصلت بالساده الاطباء وكتر خيرهم الحقيقه، يعني في خلال ساعات كنت في احدى مستشفيات العزل بوزاره الصحه 15 مايو، والناس ادوا خدمه وانقذوا حياتي الحقيقه. طب حاله الانكار اللي كانت عند حضرتك دي نقطه مهمه فعلا عايزه اقف قدامها، هل يمكن ده راجع لحاله الخوف الزائد جدا من فيروس كورونا؟ وانا الحقيقه مش بهون او بقلل من او بستهون من خطوره المرض، لانه فعلا خطير وبينتشر حول العالم بسرعه كبيره جدا، وشفنا ده يمكن في بؤر كتير لانتشار الفيروس، وفي دول في العالم فاقت فيها معدلات الاصابه وفاقت فيها نسب الاصابه يعني حد غير معقول، وبنشوف 300,000 و500,000 ونص مليون زي الولايات المتحده الامريكيه وايطاليا واسبانيا. بس في نفس الوقت برضو بنقول انه الخوف يمكن منه زايد شوية، احنا شفنا ناس كتير بتتوفى لا قدر الله من امراض تانية ومن اخطار اخرى في العالم ومن ظواهر تانية في العالم، فليه في حالة الخوف الشديد قوي ده من فيروس كورونا؟ عشان جديد علينا ومش عارفينه ومش فاهمينه، ولسه ما طورناش تطعيمات ولسه الادوية تتجرب. فدايما الشيء الغريب علينا في المجتمع وفي الطب عامة الناس بتبقى قلقانة، بس عملية الانكار دي خطيرة جدا. انا متشكر انك انت فتحتيها، لان لو حد مش عايز يواجه الحقيقة ويبتدي يتعايش كانه ما عندوش مشكلة ويأتي الناس اللي حواليه بيزود المشكلة جامدة قوي. وده اللي على فكره يا دكتور بيخلي نسب الوفيات في بعض الدول زياده، لانه الناس بتوصل للمستشفى وهي في اخر مرحله من مراحل الفيروس، ما بتلحقش نفسها في البدايه، يمكن مش عايزين يصدقوا زي ما حضرتك قلت انه يمكن يكون في اصابه. عشان كده رسالتي النهارده ليكم لو سمحتوا، لو اي حد شاكك ولو واحد في الالف يا جماعه، الخدمه موجوده ومتميزه ومستشفيات وحميات والمعامل المركزيه بتادي خدمه كويسه، ما تعرضوش نفسكم للخطر. صح، ده شيء مهم جدا فعلا، طالما الوسائل متوفرة المنافذ متوفرة ان احنا نتصل بوزارة الصحة عبر الخط الساخن 105 ونقدر يعني نحصل على اي نوع من انواع المساعدة ونوصل للعزل ونعمل الكشف، ده مهم جدا. طيب خليني اروح مع حضرتك للمرحلة التانية بقى، حضرتك شكيت، بدأت تقلق شوية، حسيت بالاعراض بتزيد، تواصلت مع وزارة الصحة، انتقلت المستشفى من مستشفيات العزل، احكي لنا عن تجربتك هناك كانت عاملة ازاي والتعامل مع الأطباء والتمريض ونوع الرعاية الصحية اللي انت تلقيتها. يا فندم أنا بقالي 40 سنة في مهنة الطب دي وفي مهنة إدارة المستشفيات، أنا ما شفتش خدمة كده. عارف أنا مش بتكلم بس على علاج وأدوية وأجهزة، أنا بتكلم على الطبيب اللي بيجي لي الساعة 3 الصبح ده عشان يطمني. ما بنشوفهاش والله في العالم، والله ما شفت حاجه كده في العالم. يعني الحقيقه خدمه
التمريض دول ربنا يخليهم بيقعدوا هناك بالاسبوعين والثلاثه ما بيروحوش. يعني انا ما شفتش تفاني كده ولا حد اشتكى ولا شكوى. لا حاجه تشرف الحقيقه وبتدينا امل في بلدنا وبتدينا ادم في الخدمات. بس احنا بقى كمجتمع لازم نساعد الهيئات دي، ما يصحش ان هم بيعملوا كل ده واحنا نقعد نخبي ونعمل وما نروحش. لازم اللي شاكك لازم يروح. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ناصر لوزة على الحقيقه على رساله الامل والطاقه الايجابيه اللي انت اديتها لنا على الصبح النهارده، وبتمنى لك دايما دوام الصحه والعافيه، وللجميع برضو الصحه، وربنا يديم علينا الصحه والعافيه والشفاء وما نخافش من المرض، ولو حسينا باي اعراض نتواصل مع وزاره الصحه 105 وان شاء الله كل شيء يعدي وازمه وتعدي ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. انا بتشكر. شكرا.